ويتسلمها عنه أليكس جوزيف. جائزة لجنة التحكيم تذهب إلى فيلم حب أخضر Ultimate Inc. للمخرج يزيد القديري من المغرب. ويتسلمها المخرج إسماعيل فجوقي. كما تود لجنة تحكيم الفيلم القصير أن تتقدم بتنويه خاص لأداء الطفل الطيب الهادي في فيلم هذه رقصة من السودان. فليتفضل بطل الفيلم الطيب الهادي. شكرا للجنة ومبروك للفائزين. Félicitations à tous les vainqueurs. ندعو السيد فاروق عبد الخالق رئيس مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالصعود إلى خشبة المسرح لإعلان جائزة رضوان الكاشف والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين. Nous invitons M. Farouk Abdelkhalik, le président de la Fondation des Chabab Artistes Indépendants, à nous rejoindre sur scène pour annoncer le prix Radouane El Keshb, offert par la Fondation des Chabab Artistes Indépendants. جائزه الراحل رضوان الكاشف التي تقدمها مؤسسه شباب الفنانين المستقلين المنظمه لمهرجان الاقصر للسينما الافريقيه وقد ذهبت الجائزه الى فيلم للايجار للمخرج اسلام بلال الفيلم المصري للايجار. أنا عايز أقول حاجة، إن إسلام كان من عدة سنوات قليلة كان أحد المشاركين في ورشة الأستاذ الكبير المخرج الأثيوبي هايلي جريما اللي كان بيعملها المهرجان، وده أول فيلم طويل لي. مبروك إسلام. شكرا للجنة ومبروك للفائزين. Merci au jury et félicitations vainqueurs.